بتكلم في المنى عن سامانثا بنت الرئيس الامريكي اللي عاشت طفولتها من غير اصحاب، بس حتى بتتغير لما بتدخل الجامعه وبتقابل زميلها جيمس وبيحبوا بعض. فهل هيستمر الحب ده ولا والدها يتحكم فيها؟ ده اللي هنعرفه في فيلمنا النهارده. بتكلم في المنى عن بنت جميله اسمها سامانثا بنت الرئيس الامريكي، وبتكون لسه عيله صغيره وبتلاقي ضفدع في جنينه بيتها وبتروح توريه لوالدها وهي مبسوطه، بس والدها بيكون مش مهتم عشان هم عندهم حفله كبيره وضيوفهم ناس مهمين. بتاخد سامانثا الضفدع عشان تعرفوا على باقي اصحابها اللي بيكونوا العرايس الالعاب بتاعتها، واللي بتقضي معظم طفولتها معاهم ومن غير اي اصحاب وسط الحرس، وبتكون بتعامل اللعب على انهم اصحابها لانها فعلا ما عندهاش اي اصحاب. وبتعدي السنين وبتكبر سامانثا في البيت الابيض وسط حب عيلتها ليها، وبتدخل سامانثا مرحله المراهقه وتبقى حياتها معقده عن اي بنت في سنها، ودايما الحرس حواليها وتحت المراقبه، خصوصا من الاعلاميين اللي بينتقدوها في طريقه لبسها وشكلها وكل تصرفاتها. وبتزعل سامانثا جدا من المواقف دي وبتتاثر، بس مع مرور الايام ما بتهتمش بكلامه وبتهتم بالعمل الخيري ومساعده الناس. وفي اخر حفله بتبقى معموله مخصوص ليها عشان تودعهم قبل ما تروح الجامعه، بتقول والدتها لوالدها انها باين عليها انها زعلانه رغم محاولتها انها تداري ده، وبتصوروا كلهم في الحفله. وبعد الحفله بتقعد ليز مساعدتها معاها وهي بتفك شعرها، بتقول لها على جدولها لاول يوم ليها في الجامعه، فبتقطعها سامانثا وهي بتتخيل انها بنت عاديه راكبه عربيتها وبتسلم على اهلها وبتجهز شنطتها لوحدها وبتروح كليتها من غير اي رسميات. فبتهزر معاها ليز وبتقول لها ايه احلام البساطة دي يا بنتي، وبتتكلم معاها ليز انها اميره ومش بنت اي حد، دي بنت الرئيس الامريكي ولازم تلتزم بالقواعد والبروتوكول عشان عيلتها. وفي نص الليل بتخرج سامانثا من اوضتها بتروح للمطبخ من غير ما حد يشوفها، وبتاكل كيكه شوكولاته وبتكون بتحبها جدا، وبيدخل عليها ابوها اللي بياكل كيك معاها، وبعد ما بيخلصوا بيرقصوا مع بعض. وبتقول سامانثا لوالدها انها عايزه تطلب منه طلب، وهو انه يوافق انها تروح اول يوم في الكليه لوحدها من غير اي رسميات وتتعامل زي اي بنت عاديه عشان محدش يخاف منها والحرس ما يكونوش حواليها وتعرف تندمج مع زميلها وتبقى زي باقي الناس. بس والدها بيتاسف ليها وبيقول لها انها بنت الرئيس ومش زي اي بنت عاديه. وتاني يوم بتخرج سامانثا قدام بيتها مع الحرس وليزا مساعدتها، وبيتجمع الصحفيين قدام البيت الابيض وبيستنوا سامانثا واهلها يخرجوا عشان يسالوهم عن شعورهم وبنتهم هتسافر ولايه ثانيه تدرس فيها. وبيجاوب ابو سامانثا انه بيقترح ينقلوا مركز التدريس للولايه بتاعتهم، وبيكون بيهزر وبيعدهم ان سامانثا تعيش حياه طبيعيه من غير اي رسميات. وبيسالوا سامانثا ايه اللي هتفتقديه هنا، فبترد سامانثا ان ده سؤال صعب ومش هتقدر تجاوب عليه، بس الاكيد انها هتفتقد اصحابها وعائلتها ومتحمسه عشان تجرب الحياه كفتاه جامعيه عاديه. وبيودع الشعب كله سامانثا من البيت للمطار وبيحيوها وبيقفوا في نص الطريق عشان يحيوها، وبتتكلم مع اهلها في الطريق ان مش دي الحياه اللي هي عايزاها. وبيوصلوا السكن اخيرا وسط تحيات كل الناس، وبيكون باين على سامانثا انها زعلانه خالص عشان البروتوكول اللي بيطبق عليها ومش قادره تعيش زي اي بنت تانيه. وفي اول يوم ليها في السكن بتبقى مبسوطه جدا، بس يا فرحه ما تمت بتلاقي الحرس محاوطينها في كل مكان، وبيستعلم والدها عن كل المعلومات اللي تخص ميا وبيطلعوا يحيوا الجمهور تاني. وبيديها والدها النصايح لاول يوم في الجامعه، زي انها ما تصاحبش ولاده وما تتهورش وتبقى فتاه كويسه زي ما هو متعود منها على طول والحاجات اللي احنا عارفينها دي. بتودعها امها وابوها وهم متمنين ليها التوفيق من قلبهم، وبيحضنوها ووالدها بيوعدها ان لما الانتخابات تخلص هيقضوا اسبوع مع بعض، ولو احتاجت حاجه تتصل بمساعدتها ليز وبيسيبها ويمشي. وبتكون سامانثا متاثره جدا وبيوصلوها الحراس بتوع ابوك وديلا للاوضه بتاعتها وبتامرهم ما يتكلموش. وبتدخل اوضتها وهي مبسوطه، بس بتلاقي الحراس مراقبينها من الشباك. وبتوصل ميا صاحبتها في السكن وبتبقى متضايقه بسبب معامله الحراس ليها على الباب. بتتعرف على سامانثا اللي بتترجاها تفضل معاهم متغيرش اوضتها، وهي هتحاول تبقى انسانه عاديه عشان يعيشوا تجربه الجامعه سوا. وبتغريها سامانثا وبتخليها تاخد السرير الاكبر عشان توافق تقعد معاها، وفعلا ما بتغيرش ميا الاوضه وبتفضل معاها. وبتقترح عليها ميا انهم يخرجوا مع بعض ويسهروا، بس سامانثا بتقول لها ان عندها خطط النهارده ولازم تنفذها، وبتسالها ان كان شكلها كويس، وبتتريق ميا على لبسها اللي بيبان رسمي جدا عشان سامانثا تروح تقابل رئيس جامعه ريموند اللي هتدخلها، وبيوعدها انهم هيعملوها كبنت عاديه. بس لما الحفله تخلص، عشان الحفله دي معموله مخصوص عشانها وجمعت الرؤساء والمسؤولين المهمين في الكليه، وزمايلها بيشاوروا ليها من الشباك عشان تسيب الحفله الممله وتنضم ليهم، بس سامانثا ما بتقدرش تسيب الحفله. ولما بترجع السكن بتهزر معها ميا وبتقول لها انها تطردها، وبتقفل الباب في وشها وبتقول لها تيجي بعد دقيقتين. ولما بترجع سامانثا بتتفرج على التلفاز وبتقلب في القنوات وهي متعصبه عشان مش عارفه تعيش حياه الشباب، ودايما بيعرضوا اخبار على التلفاز. وبيجي زمايلها وبيعزموها على حفله في الجامعه وبيقولوا لها انها دعوه خاصه ولازم تيجي. وتاني يوم في الجامعه بيفضلوا كل الطلاب مركزين معاها، وبيطلب منهم الدكتور يركزوا معاها وبيقول لهم ان المحاضره دي مهمه عشان سامانثا موجوده فيها. وبتعجب سامانثا بزميلها في المحاضره بعد ما بيتري على الكتب بتاعتها بشكل كوميدي عشان يلفت نظر سامانثا. بتروح تشكره بعد ما شتت انتباه طلب عنها لما حس انها متوتره بسبب تركيزهم معاها. بس في يوم بتضايق سامانثا اكتر لما في يوم بتروح الحفله مع ميا وبتستمتع ميا بحياتها بشكل طبيعي.
الطبيعي، وبتحسدها سامانسا على انها بتعمل كل اللي في نفسها، بتلاقي زميلها بيتريقوا على والدها بس بتكمل الحفلة عادي، لحد ما بيظهر واحد مسك سلاح بيشك الحراس فيه وبيمسكوه. بيخاف الناس اللي في الحفلة وبياخدوا سامانسا على مكتب والدها، وفي الاخر بيطلع مسدس مايا. بتروح تقابل ليز وبتطلب منها تتصل بوالدها حالا عشان هي مش عايزة حراس في حياتها يخوفوا اصحابها، بس والد سامانسا بيقول لها انه مش فاضي وممكن يأجلوا الموضوع ده. بتهدده سامانسا انها هتسيب الجامعة لو باباها ما وافقش، فبيضطر والدها انه يخرج يتكلم معها، وبتقول له انه كان في سنها في يوم من الايام وفاميليا محتاجاه، وما بيوافقش والدها في الاول بس بيوافق لما ليزا بتتكلم معاه. وبتنجح ليزا انها تقنع الرئيس يخفف الحراس عن بنته وانها تكون من 4-2 ويدي الحريه. بتفرح سامانسا وبتحضن ليز انها اخيرا اتخلصت من الحراسه اللي قدام اوضتها. بيوصلوها الحراس للسكن بتاعها، وبتروح تقابل ميا وبتطلب منها يحتفلوا بالانجاز ده. وفي الجامعه بتشوف شاب بيعارض كل اراء والدها وبيحرض الناس ضده، ولما بيشوفوها وسطهم بيطلبوا منها تطلع ترد على كلامهم، بس سامانسا بترفض وبتسيب المكان وبتروح مع ميا لمدينه العاب وبتلعب كل الالعاب اللي كان نفسها فيها. وبتتزحلق على الميه وبتخبط بالغلط في زميلها جيمس اللي معجبه بيه، وبيفضلوا يلعبوا وهما مبسوطين، ولكن الصحافه بتصورهم من غير ما سامانسا تاخد بالها. بتقف سامانسا قدام المرايه عشان تتدرب على انها تشكر جيمس، وبتيجي ميا وبتساعدها وبيكتبوا ليه شكرا على السبوره اللي في اوضته. وبتكلمها ليز تاني يوم وهي متضايقه انها نزلت ليها صوره في الجرايد وهي بتلعب وسط الميه، وبتقول لها ان المساحه اللي اخدتها استغلتها غلط، وبتتاسف سامانسا عن اللي حصل. بس والدها بيكلم ميا وبيهددها انها لازم تبعد عن بنته. بتوصل سامانسا وبتقول لها ميا عن اللي حصل وتهديدات والدها ليها، وبتتاسف ليها سامانسا وبتتكلم مع والدها. وفي يوم بتجمع المتظاهرين حول سامانسا اللي بتحاول تهرب منهم، وبتستخبى في اوضه جيمس بالغلط، وبيديها اللبس بتاعه عشان تقدر تخرج وتمشي في الجامعه عادي من غير ما حد يضايقها. وبتجمع الاثنين وبيقضوا كل الوقت مع بعض، وبتشوفهم سته عجوزه في مطعم وبتطلب منها تتصور معاها، وبتفتكر ان جيمس حبيبها، بس سامانسا بتقول لها انه زميلها في الجامعه وصديقها. وبمجرد ما بتطلع من المطعم بيطردوهم المصورين، وبيهرب جيمس وبياخد سامانسا معاه وبيشدها بعيد، وبيستخبوا جوه سينما وبيقعدوا يتفرجوا على الفيلم المعروض. وبتبتسم سامانسا وبيقول لها جيمس ان ضحكتها حلوه قوي، ودي اول مره يشوفها بتضحك من قلبها زي الاطفال اللي اتعلموا يركبوا العجله لوحدهم. وتاني يوم سامانسا بتشكر جيمس على الوقت اللي قضوه سوا بمساعده ميا اللي بتكتب ليها كل الكلام اللي هي عايزه تقوله لجيمس. بتعزمه على حفله جوه الجامعه، وبتفضل سامانسا مستنياه، وبتكون ميا معجبه بزميلها في الجامعه برضه، ولكنها ما بتقدرش تصارحه. بتزعل ميا لما بيجي يسلم على سامانسا وبتمشي وهي زعلانه، لان سامانسا دايما خاطفه الاضواء منها، حتى بعد ما بتعمل ميا حفله في اوضتها كلهم بيهتموا بسامانسا وبيفضلوا يتكلموا عليها طول الوقت. وبتتخانق ميا مع سامانسا اللي بتروح تتكلم مع جيمس، وبتقول له انها متفهمه غضب ميا، وان حياه شخصيه زيها صعب التعامل معاها، وبيخليها دايما حاسه انها وحيده وصعب يكون عندها اصدقاء يستحملوا العيشه بتاعتها. بيحاول جيمس يهديها ويخليها تضحك، وبيعبر ليها عن اعجابه بيها. بيقرروا يهربوا سوا ويقضوا وقت مع بعض بعيدا عن عيون الحرس والناس. وبياخد جيمس سامانسا وبيركبوا مركب في قلب الترعه، وبيروحوا مدينه الملاهي. وبتعترف سامانسا هي كمان لجيمس انها معجبه بيه جدا، وبيفضلوا يلعبوا سوا ويستمتعوا بوقتهم. وبمجرد ما بترجع سامانسا البيت بتحكي لميا عن الوقت اللي قضيته مع جيمس، وبتلاقي ميا بتاخدها لزميلتها القديمه في سكن واللي اسمها ليندا، وبتنبهر اول ما بتشوف سامانسا قدامها، وبتروح تعزف ليها على البوق، وبتشكر ميا انها جابت لها سامانسا تسلم عليها. وبتقرر سامانسا تاخد ميا وجيمس في رحله في الطائره بتاعه الرئاسه بتاعتها عشان تعوضهم عن كل اللي بيحصل معاهم بسببها، وتقدم لهم كل سبل الراحه، وبيسالها جيمس عن المكان اللي رايحين ليه. فبترد عليه سامانسا انها عامله لهم مفاجاه. بيكتشف جيمس ان سامانسا جايباهم لحفله رسميه، وبتقدم لهم لبس ليه بالمناسبه. وبعد كده بيرقص جيمس معاها، وبيستغرب جيمس لانهم هم الاثنين بس اللي بيرقصوا في الحفله. وبعد كده بينضم ليهم كل اللي في الحفله، وبيسال الصحفيين سامانسا في رايها في سياسه والدها. وفجاه بيظهر محتجين ومعارضين بيشتموا في الرئيس، وبيدخل واحد من المحتجين بعربيته في عربيه سامانسا، وبيشيل جيمس سامانسا وبيدخل بها القاعه مره ثانيه بسرعه، وبياخدهم الحرس عشان يهربوا من مكان سري. وبتكتشف سامانسا ان جيمس كان من الحرس السري، بعد ما بتلاقيه ماسك جهاز في ايده بيقول ان سامانسا في امان. بترجع سامانسا البيت وهي متضايقه جدا، وبتتخانق مع باباها، وبتقول له انها حست بالاهانه وانهم ضحكوا عليها. وبيوضح لها والدها ان كل يوم بتوصل له تهديدات بقتل بنته، وانه بيعمل كل ده عشان يحميها، وما عندوش اي حل تاني يعمله. فبتقول له سامانسا ان المفروض يبقى صريح معاها وامين كاب زي كل الابهات. بيتمنى والدها انه يجي اليوم اللي تفهم فيه انه بيعمل كل ده عشان خاطرها. وبتروح سامانسا تاني يوم الجامعه ومعاها جيمس كحارس شخصي ليها، وكل ما يحاول يقرب منها بتتكلم معاه ببرود وبطريقه رسميه. وبتقرر تضايق جيمس اكتر وتتعامل مع الولاد كويس وتخرج تسهر معاهم. وبتروح حفله مع ميا، وبيبان على جيمس انه متضايق وغيران، وبيدخل يضرب الواد اللي بيحاول يتقرب من سامانسا، وبياخدها على كتفه وبيمشي، وبيحذرها من تصرفاتها لانها بنت الرئيس وما يقدرش يتعدى حدوده وهو مجرد حارس ليها. فبترد عليه سامانسا انه ما يتعداش حدوده وما ينفعش يقرب منها. وبتقول له سامانسا انها بتعاني من اول يوم في حياتها لانها بنت الرئيس، ويتخيل لو للحظه انها بنت عاديه ويشوف هل رد فعله هيختلف ولا لا. فبيقول لها جيمس انها لو مش بنت الرئيس كان لف العالم كله عشان يوصل لها ويبقى معاها وبسبب يخرج. وتاني يوم بيجتمع صحفيين قدام المبنى اللي عاش فيه سامانسا، وبترد
بترد سامانسا وبترفض اي مكالمه من الصحفيين، وبتتصل ليزي وبتقول لسامانسا ان والدها متضايق جدا ومش عايز يتناقش معها في اي حاجه، وبتكون في صوره نزلت في الجرائد عن علاقه سامانسا بجيمس المساعد بتاعها، والدها بيشيل جيمس من منصبه وبيعين واحد غيره، وبتنهار سامانسا من الحزن بعد ما بتنتشر الاخبار في التلفزيون وبيتكلم عليهم كل الصحفيين، وبتيجي والده سامانسا تزورها وبتقول لها ان افعالها بتخسر والدها شعبيته وممكن يسقط في الانتخابات بسببها، وسواء عجبها ولا لا فهي بنت الرئيس ولازم تلتزم بالبروتوكول، ولازم تعرف انها ما تقدرش تتحكم في حياتها او افعالها. وبتضطر سامانسا تسيب الجامعه وترجع مع والدتها اللي بتكون متضايقه منها جدا، وبترجع سامانسا البيت الابيض وبتروح تاكل كيك بالليل زي ما تعودت، لكنها ما بتلاقيش باباها جه وراها زي ما متعوده. ومن الناحيه الثانيه بيتعرض جيمس على المحاكمه بسبب تخطيه لحدوده مع سامانسا، وبيبدا جيمس يدافع عن نفسه بيقول انه اتربى على ايد والده اللي كان في الحرس الخاص برضه، ومن اول يوم كان بيعمل اللي عليه وحاول كتير يعمل حدود بينه وبين سامانسا بس هو فعلا بيحبها، وبيتم فصل جيمس من منصبه وبيبدا يدور على شغل جديد. وفي الوقت ده بتقعد سامانسا مع والدها وبتساله على جيمس، بتقول له انه حارس كويس وعايزه تطمن عليه، وبتدافع سامانسا عنه قدام والدها. بينجح والد سامانسا في الانتخابات وبيعملوا له حفله رسميه، وبترقص سامانسا مع والدها وبتتفاجئ بوجود جيمس اللي بيسيب والدها تكمل رقصها معاه بعد ما قرر يلغي قرار فصله، وبينتهي الفيلم. ولحد هنا يكون ملخصنا انتهى، فما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه وتشاركونا برايكم في الكومنتات عشان نتكلم مع بعض حبه كلام زي الفل. كان معكم مدير امن سيكيورتي بالبيت الابيض اخوكم محمد الشامي من قناتكم بتتنين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بتكلم فيلمنا عن سامانثا بنت الرئيس الامريكي اللي عاشت طفولتها من غير اصحاب، بس حتى بتتغير لما بتدخل الجامعه وبتقابل زميلها جيمس وبيحبوا بعض، فهل هيستمر الحب ده ولا والدها يتحكم فيها؟ ده اللي هنعرفه في فيلمنا النهارده. بتكلم فيلمنا عن بنت جميله اسمها سامانثا بنت الرئيس الامريكي، وبتكون لسه عيله صغيره وبتلاقي ضفدع في جنينه بيتها وبتروح توريه لوالدها وهي مبسوطه، بس والدها بيكون مش مهتم عشان هم عندهم حفله كبيره وضيوفهم ناس مهمين. بتاخد سامانثا الضفدع عشان تعرفوا على باقي اصحابها اللي بيكون العرايس الالعاب بتاعتها واللي بتقضي معظم طفولتها معاهم من غير اي اصحاب وسط الحرس، وبتكون بتعامل اللعب على انهم اصحابها لانها فعلا ما عندهاش اي اصحاب. وبتعدي السنين وبتكبر سامانثا في البيت الابيض وسط حب عيلتها ليها، وبتدخل سامانثا مرحله المراهقه وتبقى حياتها معقده عن اي بنت في سنها، ودايما الحرس حواليها وتحت المراقبه خصوصا من الاعلاميين اللي بينتقدوها في طريقه لبسها وشكلها وكل تصرفاتها، وبتزعل سامانثا جدا من المواقف دي وبتتاثر، بس مع مرور الايام ما بتهتمش بكلامه وبتهتم بالعمل الخيري ومساعده الناس، وفي اخر حفله بتبقى معموله مخصوص ليها عشان تودعهم قبل ما تروح الجامعه. بتقول والدتها لوالدها انها باين عليها انها زعلانه رغم محاولتها انها تداري ده، وبتصوروا كلهم في الحفله، وبعد الحفله بتقعد ليز مساعدتها معاها وهي بتفك شعرها، بتقول لها على جدولها لاول يوم ليها في الجامعه، فبتقطعها سامانثا وهي بتتخيل انها بنت عاديه راكبه عربيتها وبتسلم على اهلها وبتجهز شنطتها لوحدها وبتروح كليتها من غير اي رسميات، فبتهزر معاها ليز وبتقول لها ايه احلام البساطه دي يا بنتي، وبتتكلم معاها ليز انها اميره ومش بنت اي حد، دي بنت الرئيس الامريكي ولازم تلتزم بالقواعد والبروتوكول عشان عيلتها. وفي نص الليل بتخرج سامانثا من اوضتها وبتروح للمطبخ من غير ما حد يشوفها، وبتاكل كيكه شوكولاته وبتكون بتحبها جدا، وبيدخل عليها ابوها اللي بياكل كيك معاها، وبعد ما بيخلصوا بيرقصوا مع بعض، وبتقول سامانثا لوالدها انها عايزه تطلب منه طلب، وهو انه يوافق انها تروح اول يوم في الكليه لوحدها من غير اي رسميات وتتعامل زي اي بنت عاديه عشان ما حدش يخاف منها والحرس ما يكونوش حواليها، وتعرف تندمج مع زميلها وتبقى زي باقي الناس. بس والدها بتاسف ليها وبيقول لها انها بنت الرئيس ومش زي اي بنت عاديه. وتاني يوم بتخرج سامانثا قدام بيتها مع الحرس وليزا مساعدتها، وبيتجمع الصحفيين قدام البيت الابيض وبيستنوا سامانثا واهلها يخرجوا عشان يسالوهم عن شعورهم وبنتهم هتسافر ولايه تانيه تدرس فيها. وبيجاوب ابو سامانثا انه بيقترح ينقلوا مركز التدريس للولايه بتاعتهم، وبيكون بيهزر وبيعدهم ان سامانثا تعيش حياه طبيعيه من غير اي رسميات، وبيسالوا سامانثا ايه اللي هتفتقديه هنا، فبترد سامانثا ان ده سؤال صعب ومش هتقدر تجاوب عليه، بس الاكيد انها هتفتقد اصحابها وعائلتها ومتحمسه عشان تجرب الحياه كفتاه جامعيه عاديه. وبيودع الشعب كله سامانثا من البيت للمطار وبيحيوها وبيقفوا في نص الطريق عشان يحيوها، وبتتكلم مع اهلها في الطريق ان مش دي الحياه اللي هي عايزاها، وبيوصلوا السكن اخيرا وسط تحيات كل الناس، وبيكون باين على سامانثا انها زعلانه خالص عشان البروتوكول اللي بيطبق عليها ومش قادره تعيش زي اي بنت تانيه. وفي اول يوم ليها في السكن بتبقى مبسوطه جدا، بس يا فرحه ما تمت بتلاقي الحرس محاوطينها في كل مكان، وبيستعلم والدها عن كل المعلومات اللي تخص ميا، وبيطلعوا يحيوا الجمهور تاني، وبيديها والدها النصايح لاول يوم في الجامعه زي انها ما تصاحبش اولاد وما تتهورش وتبقى فتاه كويسه زي ما هو متعود منها على طول والحاجات اللي احنا عارفينها دي. بتودعها امها وابوها وهم متمنين ليها التوفيق من قلبهم، وبيحضنوها، ووالدها بيوعدها ان لما الانتخابات تخلص هيقضوا اسبوع مع بعض، ولو احتاجت حاجه تتصل بمساعدتها ليز، وبيسيبها ويمشي. وبتكون سامانثا متاثره جدا وبيوصلوها الحراس بتوع ابوك وديلا للاوضه بتاعتها وبتامرهم يتكلموا.
بيتكلموش. وبتدخل اوضتها وهي مبسوطه، بس بتلاقي الحراس مراقبينها من الشباك. وبتوصل ميا صاحبتها في السكن وبتبقى متضايقه بسبب معامله الحراس ليها على الباب. بتتعرف على سامانسا اللي بتترجاها تفضل معاهم وتغير اوضتها، وهي هتحاول تبقى انسانه عاديه عشان يعيشوا تجربه الجامعه سوا. وبتغريها سامانسا وبتخليها تاخد السرير الاكبر عشان توافق تقعد معاها، وفعلا ما بتغيرش ميا الاوضه وبتفضل معاها. وبتقترح عليها ميا انهم يخرجوا مع بعض ويسهروا، بس سامانسا بتقول لها ان عندها خطط النهارده ولازم تنفذها. وبتسالها ان كان شكلها كويس، وبتتريق ميا على لبسها اللي بيبان رسمي جدا عشان سامانسا تروح تقابل رئيس جامعه ريموند اللي هتدخلها، وبيوعدها انهم هيعملوها كبنت عاديه. بس لما الحفله تخلص، عشان الحفله دي معموله مخصوص عشانها، وجمعت الرؤساء والمسؤولين المهمين في الكليه، وزمايلها بيشاوروا ليها من الشباك عشان تسيب الحفله الممله وتنضم ليهم. بس سامانسا ما بتقدرش تسيب الحفله، ولما بترجع السكن بتهزر معاها ميا وبتقول لها انها تطردها، وبتقفل الباب في وشها وبتقول لها تيجي بعد دقيقتين. ولما بترجع سامانسا بتتفرج على التلفاز وبتقلب القنوات وهي متعصبه عشان مش عارفه تعيش حياه الشباب، ودايما بيعرضوا اخبار على التلفاز. وبيجي زمايلها وبيعزموها على حفله في الجامعه.